السلام عليكم. وسط الطبيعة، اسمع اسمع صافي، خصني كومونيكي معاها، خصني نفهم الرسائل ديالها. شنو بغات توصل لينا؟ واش كتحفزنا دابا؟ واش موتيفاسيون؟ واش كترتاح؟ واش كدير القيلولة؟ نحاول نهضر معاها. الخوازيام فهاد الكرياتيفيتي، خصك تخرج من لي سونتي باتي، خصك تقلب على شي طرقان بحال هذا، شي طرقان بحال هذا، تقلب على الطريق المعتادة. تروازيام فوا تيقول لك ستيفن كوفي ان الطبيعه واحد لا سورس دانسبيراسيون، عين عين من اجل الاستلهام. كنت تشوف الهندسه الربانيه، تشوف الطبيعه كيفاش مرسومه مصوبه مصنوعه. هذا هو العجيب الزوين في الطبيعه والغابه والجبال، كتخرج كتمتع كتستافد. خصك تستافد، تشوف شوف التشكيله الهندسه، هذا الرسم المعماري. يا سلام، دابا العصافير كيغنيو كيتماسقو، شنو كيدير بالضبط؟ كيهضرو بيناتهم، فاهمين هاد الهضرة؟ خصنا نفهموها ياك. دابا خص أفكار يجيو، أفكار جديدة. أنا جيت باش نشوف شي حاجة جديدة، نشوف سحاب، سحاب فوق سميجة ولا هاتف ولا الكاميرا. ما توصلش الأحاسيس، ما توصلش داك الحضور. هنا الطبيعة، ملامسة الأرض، نعسة نعست شوية، جريت شوية، سكتو. العصافير سكتات. انا اللي عارف ان العصافير في الصباح، في 6 الصباح مثلا وفي العشيه، تما في هذه الوقيته فين كيبداو يوزوزو بزاف، حيت فاش يخرجوا يقلبوا على الماكله واقيلا ولا كيجيو. المهم في الصباح والمساء، العشيه المهم تكون داكشي كالم شويه. مكان زوين، مكان رائع. هذا الحزام الاخضر، ذا جرين بيلت، مكان رائع جميل، ما تحرموش راسكم منه. حاولوا تكثروا الزياره، راح كنجي مره في الاسبوع للغابه، مي تيبقى فيه الحال، ما كرهش كل نهار نجي نطلع عليه. تانسبيرا مزيان، باش نجي افكار جديده بارطاجيها معكم. تنحت جيب بارطاجي، عمر خوي، عمر خوي، تبقى طلع 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 طلع، ونفسك تقول لا 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 بتاه بتاه بتاه، باقي ما طلعتيش بزاف. لي سونتي نون باتي، الطريق الغير معبده.